والله امشي المستشفيات، مستشفيات عندك، عندك دوائر دولة ينغاد لشغلهم بيها، مدارس عندك بغير مناطق مسدودي، اكو شوارع مناطق تابعة يعني للزراعة ما زراعة لازم هم يصير بيها شغل وما شغل. عندك هسه الغاز هسه عندك البرميل مالته 250 الف 300 الف، هذا المواطن منين يجيب هذا؟ عندنا مصنع، لو عندنا مصنع نحن بخير ونعيم. نحن ما عندنا سكة حديد اليوم، سكة حديد معطلة على اساس يعمرون هم لحد اليوم ماكو اي شيء، فكل الموس تحتاج، كل شيء تحتاج، لما طول اكو مبالغ نقدية تجي خلي يصرفوها على المستشفيات، مستشفيات اهم من الشوارع واهم من العماير العصير. نحن بالنسبة لل مسألة السرقات هذه واجبات الرقابة، لأن أكو جهة رقابية هي عليها أن تعمل هذا الشيء. شفنا فلان من وزير أو مدير عام ها حطوه بالسجن، إن يقولون هذا باك كذا وتحاسب عليها. أهم شيء المستشفيات، بعدين عندنا جسور، عندنا يعني قلنا المستشفيات تبني البنى تحتية، الدوائر الحكومية، وثاني شيء العوائل المضررة. هسا على الأيمن كله منتهي، هسا منتهي، ماكو احد نطوف فلس. هسه عندنا الشباب 99% هسه على الشباب كله، اذا ما عنده 1000 دينار الشباب كله. انت من فتحت مشروع الحداد اشتغل، البنا اشتغل، العامل اشتغل، ابو تشاي اشتغل، كل الدنيا تشتغل، ترى من يصير عندنا مشاريع هذه يعني يمكن حتى بالليل ما يقدر ينام من كثره الشغل. هاي الفلوس انطيها الواحد يخاف الله، يخلي الله بعينه ويصرفها. مثلا جمع النبي يونس المفروض يتعمر يكمل يكملون ويخلصون منه. ايه جامع النبي شي، جامع النبي جرجيس، هذول المهمين. ما يجيب لك شو مشروع مو زين وهذه واشتغل بينه وما اكمله، وهذه اكمل شيء مفيد. الواحد ما يصير يعرف من الواحد يصرف الفلوس، من يصرف الفلوس، من يوديها، ما حد يعرف. لازم هي المشاريع اللي تتراقب عن طريق النزاهه، مو الحراميه يراقبون الناس، النزاهه والشرفاء وال يعرفون يعني وين تروح الفلوس، وين تروح الشيء هالمبالغ. والله المصانع والبنوك والمدارس شوارع عالي، رواتب طلع لهم رواتب، اللي ما عنده قاعد بطال، اللي المسن اللي ما عنده راتب، ما عنده تقاعد، ما عنده رعاية، كثير اكو يعني من هالقبيل. هذا المعمل اللي يشتغل يسوي ياخذ مثلا 700 800 عامل، هاي كلهم بطالين، هذول كلهم شباب، ما يرادهم هذول، ما يشهم ما يرادهم هذي.